مشاهدي مشاهدي القناة التانية في كل مكان، بنصبح على حضراتكم يوم جديد وصباح جديد، يا رب يكون صباح سعيد عليكم. صباح الأحد 7/1/2024، نحتفل جميعا اليوم بعيد الميلاد المجيد. بنقول كل إخواتنا الأقباط كل عام وحضراتكم بألف خير وبألف صحة وسعادة. هي مداخلة تليفونية مع دكتورة هويدة فاروق حنا، نائب رئيس اللجنة العليا للتنشيط السياحي النقابة المهنية للسياحيين بمصر. دكتورة هويدة صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك أستاذ أحمد الصاوي، أهلا وسهلا بحضرتك وبرنامجك الجميل، اتشرفت بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم، كل المصريين بخير وكل أقباط مصر بخير يا فندم. ربنا يخليك. تسمح لي برضو أقدم برقية تهنئة. تفضلي يا فندم. لقداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الطراز المركوسية، وجميع إخواتنا الأقباط، وأشيد طبعا بالدور والترابط والتلاحم بين نسيج الوطن أبناء مصر المسلمين. وأدعو الله أن يحفظ مصر، مصرنا الحبيبة وأهلها، وربنا يدي الصحة لرئيسنا المحبوب الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللهم أمين يا فندم. يعني خلينا نتكلم عن الاحتفالات بالأمس، احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بأعياد الميلاد المجيد يا فندم، تفضلي. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. الاحتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بأعياد الميلاد، طبعا في فرق، في ناس في فرق بين الاحتفالات الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. طبعا الكنيسة الأرثوذكسية بتحتفل بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير الموافق 29 قياح حسب الشهور القبطية، وبتحتفل عدد من الكنائس بالتوقيت ده طبعا وفقا للتوقيت الغربي. التوقيت الغربي بيحتفلوا يوم 25 ديسمبر زي الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك. طبعا اختلاف الكنائس من كنائس بالعيد وفقا بيجي من التقويم الشرقي والغربي، بيختلف حسب الاحتفال. طبعا الاحتفال بالكنائس من الشرق والغرب بيحتفل بيجي من نتيجة اختلاف التقويم. مثلا الكنائس الشرقية اللي هو احتفلوا امبارح بتعتمد على التقويم القبطي الموروث من أجداد الفراعنة منذ دخول المسيحية مصر، لكن الكنائس الغربية بتعتمد على تقويم الغريوري. ايوه فندم حضرتك اتفضل. طيب خلينا نتكلم برضو عن، يعني حضرتك بتترأسي اللجنة العليا للتنشيط السياحي، واحنا عندنا يعني السياحة الدينية، رحلة العائلة المقدسة، محطات هامة جدا الحقيقة في رحلة العائلة المقدسة، وكيفية الاستفادة من رحلة العائلة المقدسة وهذا الحدث الجميل الحقيقة لدعم السياحة الوافدة إلى مصر في هذا التوقيت من كل عام. تمام. يعني هي دلوقتي السياحة الدينية بتمثل يعني يعتبر نقطة كبيرة جدا، نقطة هامة في أنماط السياحة في مصر عامة، يعني بتشمل أو بتحتوي على مثلا تقول ثلث أثار العالم بتمتلك مصر العديد من المواقع الأثرية، بيزورها ملايين من الزوار. أهمية الديانة السياحة الدينية بتعتمد على زيادة عدد الوافدين من السياح إلى مصر. معنا جولة في أخبارنا لهذا اليوم الأحد 7/1/2024، هنبدأها من أخبار مصر. الرئيس السيسي يشارك أقباط مصر احتفال بعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية العاصمة الإدارية، ويؤكد موقفنا من أحداث غزة محترم، أي أزمة هتعدي طول ما احنا مع بعض، البابا مواقف وطنية ما يعملهاش إلا رجال مخلصين. من اليوم السابع، بنحبك يا سيسي بنحبك يا ريس، استقبال حار من الأقباط بكاتدرائية عيد الميلاد المجيد. البابا تودروس يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي في الاحتفال، والمسيحيون يستقبلون الرئيس بالأعلام في العاصمة الإدارية. ثم إلى الأهرام، والسيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. أنا معايا مداخلة تليفونية مع الكاتب الصحفي الأستاذ عماد عبد المسيح. أستاذ عماد صباح الخير يا فندم.
صباح الخير احمد بيه. صباح الفل. كل عام وحضرتك بخير يا فندم. كل حين بنصبح على سيادتك وعلى فريق الاعداد وعلى جمهور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عماد. يعني مشاركه السيد الرئيس بالامس في الاحتفال بعيد ميلاد مجيد من كاتدرائيه العاصمه الاداريه، استقبال الاخوه الاقباط للسيد الرئيس، هذا الاستقبال الحافل الحقيقه، يعني عاوزين تعليق سيادتك على المشهد بالامس. اتفضل يا فندم. بص استاذ احمد، انا عايز حابب بس اقول يعني ثلاث معلومات كده عشان الشعب المصري بس اللي مش عارف يعرف. اتفضل يا فندم. ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر هو اول رئيس جمهوريه بيحضر قداس عيد الميلاد بالكاتدرائيه وبيشارك الاخوه الاقباط او المسيحيين. ولكن كان الرئيس جمال عبد الناصر راح الكاتدرائيه يوم افتتاحها سنه 65، وكان معاه الامبراطور هيلا سلاسي امبراطور اثيوبيا. ده الرئيس عبد الجمال. رئيس السادات عمل زياره واحده بس، هو والنائب مبارك. الرئيس مبارك زار الكاتدرائيه مرتين، مره لاداء واجب العزاء في الفريق فؤاد عزيز غالي قائد الجيش الثاني وقت ذاك، والثانيه لحضور قداس جلاله المستشار حنا ناشد كان عضو مكتب سياسي الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب الاصبح. منذ حضرتك لم يزر الكاتدرائيه وقت رئاسته، لكن هو زارها قبل رئاسته، وكلنا عارفين ليه ظهرها قبل رئاسته، عشان يستميل اصوات الاخوه المسيحيين، لكن بعد الرئاسه طبعا ما كرفت الكلام ده. ولذلك يعد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس جمهوريه بيحضر قداس عيد الميلاد بالكاتدرائيه. طبعا لما بينزل بيعمل هذه الزياره العظيمه الفخمه التاريخيه، ده مشهد تاريخي يا استاذ احمد. اكيد. طبعا وسط هتاف الاقباط تحت قبه المقر البابوي، والهتافات بالاعلام والزغاريط، وبالحب كسيسي بقى بيقعدوا يهتفوها قصاد كده. يعني كان بالامس مشهد تاريخي لما قال البابا له مواقف وطنيه لا يصنعها الا الرجال. صحيح. صراحه البابا فخامه الرئيس اشاد بموقف البابا الوطنيه وبمواقف البابا الوطنيه، وتحدث كمان ايضا عن موقفنا تجاه غزه بانه موقف محترم. ومشيدا بالشعب المصري والشعب المسيحي والشعب الاسلامي والشعب المصري اجمع، طول ما احنا ايدينا واحده مصر هتبقى قد الدنيا. فهي زياره تاريخيه. بالتاكيد بالتاكيد هي زياره تاريخيه. طيب عاوزين ناخد من حضرتك كلمه اخيره لكل الاقباط اليوم في عيد ميلاد المجيد يا فندم. كل سنه ومصر كلها بخير. عيد الميلاد المجيد هو عيد المحبه، عيد النور، عيد السلام. ربنا يحفظ مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحفظ مصر بجيشها وشرطتها وشعبها الأبي الوطني. فلتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر كل عام ومصر كلها بخير. ربنا يحفظ بلدنا يا رب. كل عام وحضرتك بخير وكل أقباط مصر بخير. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد عبد المسيح، شكرا جزيلا ليك وبنصبح عليك. شكرا يا فندم. خلينا نكمل مع حضراتكم أخبارنا لهذا اليوم من الأهرام. الرئيس سيسي يطمئن على المنتخب ويطالبه ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير. الرئيس سيسي للاعبي المنتخب: التفرد والتميز مسؤولية كبيرة. الرئيس سيسي: من تدريب المنتخب المصري نفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا. محمد صلاح بيهدي سيادة الرئيس قميص منتخب مصر. من الأهرام برقية تهنئة من رئيس الوزراء لبابا تودروس الثاني بعيد الميلاد المجيد. ثم من الأخبار: التموين، إنهاء التراخيص وتذليل أي عقبات لتنفيذ المشروعات التجارية واللوجستية. خبر آخر عن التموين: نستهدف استصلاح 120 ألف فدان لزراعة قصب السكر ضمن مشروع مستقبل مصر. أما مرة أخرى من الأخبار: فطرح الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين. هذه المرة من الجمهورية: سنابل الخير زراعة 391 ألف فدان بمحصول القمح بغيطان الشرقية. من المصري اليوم: مد مهل التسجيل استمارة أولى وتانية، استمارة أولى وتانية ثانوي استعدادا لامتحانات الترم الأول 2024. وزارة الصحة: علاج 4 مليون مريض من فيروس سي مجانا.
ثم اليوم السابع حيث تتوقع هيئه الارصاد ان يشهد اليوم الاحد شبوره مائيه كثيفه، وده يمكن كل الناس النهارده الصبح اللي كانوا متواجدين شهدوا شبوره مائيه كثيفه صباحا على الطرق الزراعيه السريعه، ويمكن كمان على المحور القادم من اكتوبر، والقريبه من المسطحات المائيه قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. بيشهد اليوم طقس مائي للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والساحل الشماليه وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد برودة ليلا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 22 صغرى 14، اسكندرية 22 11، مطروح 22 11، سوهاج 23 والصغرى 9، إنا 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11. دي جولة سريعة في أخبارنا لهذا اليوم الأحد 7/1/2024.